بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعيد شرح وضعية الانطلاق في ميدان المادة وتحولاتها للسنة الأولى من تعليم متوسط. قلت نعيد لماذا؟ لأننا نشرنا في حلقة سابقة هذه الوضعية، ولكن بدون شرح، يعني بدون صوت، بالصورة فقط، وذلك لخلل تقني لم ننتبه له. إذن فأردنا أن نوضح ذلك من جديد. إذن فوضعية الانطلاق التي وردت في كتاب التلميذ الجيل الثاني للسنة الأولى من تعليم متوسط في ميدان المادة وتحولاتها، هذا هو نصها: بمناسبة نجاح سارة في امتحان نهاية الدراسة الابتدائية، أهدتها أمها سواراً من فضة اشترته من معرض للمنتجات التقليدية ببني النيل. وعند معاينته من طرف ابنة عمتها شككت في جودته، إذ يحتمل أن يكون مغشوشاً. حاول أن تساعد سارة على الوصول إلى الحقيقة، وذلك بالإجابة على التساؤلات التالية: أولاً، كيف يمكن تحديد حجم السوار؟ ثانياً، هل يمكن أن نميز مادة عن مادة أخرى؟ يعني كيف نعرف إن كانت هذه المادة ذهب أو فضة أو زنك أو رصاص أو هي خليط إلى آخره؟ كيف يمكننا ذلك؟ وثالثاً، كيف يمكن الوصول إلى الحقيقة في هذه الإشكالية؟ إذن لا بأس أن نذكر بالكفاءة الختامية من التي يراد لتلميذ السنة الأولى من تعليم المتوسط أن يحققها. يعني ما هي الكفاءة الختامية من دراسته لبرنامج الفيزياء؟ إذن نلاحظ الكفاءة موجودة معنا من منهاج السنة الأولى من التعليم المتوسط، هذا هو مضمونها. يعني على التلميذ الذي درس السنة الأولى من تعليم متوسط في نهاية السنة أن يكون قادراً على حل مشكلات تتعلق بمحيطه المادي والتكنولوجي، موظفاً المفاهيم الأساسية في المادة وتحولاتها. إذن هنا نحن في هذا الشطر، يعني وضعيتنا تنطبق على هذا الجزء، أن يكون قادراً على حل مشكلات تتعلق بالمادة وتحولاتها بطبيعة الحال وتحولاتها الفيزيائية، كما يدرس أو يكون قادراً على حل مشاكل الدارة الكهربائية والضوء الهندسي والفلك في مستويات أولية. إذن هذه الكفاءة التي يكون من المفروض المتعلم قد حققها بعد دراسته لهذا البرنامج. إذن فماذا تستهدف هذه الوضعية؟ يعني إذا تأملنا في النص الذي ورد في هذه الوضعية والسندات والبيانات التي أعطيت فيه، فإننا نستطيع أن نستخرج مركبات الكفاءة التي يكون قد حققها. إذن فالكفاءة كما هو معلوم تتركب من ثلاث عناصر: إذن كفاءة معرفية أو مؤشرات معرفية، وكفاءة منهجية، وكفاءة قيمية أو قيمية. إذن فمن خلال الوضعية التي وردت معنا، فالتلميذ لكي يحل هذه الإشكالية أو هذه الوضعية عليه أن يقيس الحجم ويعرف كيف يقيس الحجم. ثانياً، أن يعرف الكتلة ويقيس الكتلة وكيف يقيسها. وثالثاً، يصل إلى حساب الكتلة الحجمية، يكون قد وصل إلى صياغة قانون الكتلة الحجمية الذي ما هو إلا نسبة كتلة الجسم على حجمه، رو تساوي أم على في. يعني ما هي هذه رو، وما هو أم، وما هو في؟ فرو هو مقدار فيزيائي يعبر عن الكتلة الحجمية. ما هي الكتلة الحجمية؟ الكتلة الحجمية ما هي إلا كتلة وحدة الحجم، بمعنى كل سنتيمتر مكعب من هذه المادة كم كتلته. إذن فالتلميذ يكون قد من المفروض وصل إلى هذه الكفاءات.
الآن ما هي الكفاءة المنهجية التي يكون قد حققها؟ أولا حينما نقول يقيس الحجم فهو يختار إلى وسيلة لقياس الحجم وتتمثل في الأواني المدرجة، وهنا يختار الإناء المناسب الذي نستطيع أن نضع فيه السوار. يعني ليس كل إناء تستطيع أن تقيس فيه حجم السوار، إذن إناء مناسب نضع فيه كمية الماء، نقرأ القراءة الأولى وهي حجم الماء ونسجلها، ثم نضيف أو نغمر السوار مع الماء ونقرأ القراءة الجديدة التي تعبر عن حجم الجسمين معا، ثم نقوم بالعملية الحسابية وهي الطرح لنستخرج حجم السوار كم يساوي، ثم كذلك يقيس الكتلة. يعني هذا كله جانب منهجي. ثم لقياس الكتلة كذلك هناك الموازين متنوعة متعددة. يعني بماذا سيقيس؟ هل سيقيس بالميزان ذو الكفتين؟ سيجد صعوبة في إيجاد المعايير ودقة القياس، إذن فعليه أن يختار جهاز قياس مناسب. الجهاز القياس أو جهاز القياس المناسب في هذه الحالة لا شك أنه الميزان الإلكتروني أو ما نسميه بالميزان الحساس، فهنا تكون العملية سهلة وسريعة لإيجاد هذه الكتلة. بعد ذلك يقوم بكتابة العلاقة التي يحسب بها الكتلة الحجمية، رو تساوي أم على في، يقسم الكتلة على الحجم، يحسب يجد الناتج. إذن يطبق العلاقة، يحسب يجد الناتج. إذن هذا بالنسبة ثم بعد ذلك سيقارن، يعني القيمة التي وجدها سيقارنها مع قيم المواد التي من المفروض يكون قد اطلع على عدد من المواد، ما هي كتلتها الحجمية، يعني كم الكتلة الحجمية للماء، كم الكتلة الحجمية للحديد، للذهب، للرصاص، للزنك إلى آخره. فربما يتساءل السائل يقول أين يجد هذه المعلومات؟ لا شك يجدها في الكتب العلمية، فمثلا في علوم المادة يجد أو يدخل إلى الشبكة العنكبوتية إلى يتفحص يبحث في المواقع فيجد المعلومات التي يحتاجها. الكفاءة القيمية المراد الوصول إليها من خلال هذه الوضعية تتمثل في أولا نكتشف أهمية التحفيز والتشجيع في عملية التعلم وتنمية الإبداع والإتقان. يعني هناك فيه تلميح، فحينما نقول بمناسبة نجاح فلان أهديت له كذا، إذن فهذا جانب تشجيعي وتحفيزي على التعلم والبحث والمنافسة وروح المبادرة. الجانب الآخر القيمي الذي نكتشفه من خلال هذه الوضعية وهو أهمية الصناعة التقليدية وقيمتها في المجتمع، فهذه كذلك قيمة ينبغي أن تثمن ويهتم بها. الجانب السلبي، يعني الكفاءة القيمية التي نراها هنا ظاهرة من خلال الموضوع، هي الغش. فالغش هو مرض وهو آفة إذا صح التعبير تنخر المجتمع، إذن فهذه قيمة سلبية. كيف يجب أو كيف السبيل إلى التخلص منها؟ إذن هذا بالنسبة لما ورد في هذه الوضعية. إذن فعند تحليل الوضعية نجدها تمر بهذه العناصر: قياس الحجم، قياس الكتلة، وحساب الكتلة الحجمية، ثم المقارنة، هذا في الجانب المعرفي. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، وإلى الملتقى مع وضعية أخرى وتحليلها وفق هذه المنهجية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.